دكتور، تفضل يا بنات. الدورة جميلة جدا، الدورة جميلة جدا، ولما يعطيكم الدكتور صفحة واحدة في اليوم يكون الدكتور عارف من أهمية هذه الصفحة عشان كي يطول فيها. صراحة الشرح واضح، والدكتور مهما تقول عيد وعيد حيعيد، ما عنده أي مشكلة، وأهم شيء إنك تطلع وأنت فاهمة، هذا أهم شيء.